السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل التحية والتقدير لحضراتكم. وفي يومين اتنين بس، مش اكتر من يومين اتنين، بيتغير الدنيا كلها من امريكا الى اتميدا في ميد غمر. اتميدا دايرة او مركز في مدينة ميد غمر، او يعني بلد في مدينة ميد غمر، او مدينة ميد غمر دي مركز مهم جدا في محافظة دقهلية. في هذه الدايرة بيسقط مرتضى منصور، يعني ببساطة شديدة جدا بعد سقوط مروع لترامب بيسقط وراه على طول مرتضى منصور، وكأننا مكتوب لنا إن شاء الله نعيش 4 سنين ما لهمش علاقة بالأشكال الوسخة دي، لا مرتضى منصور ولا ترامب. ما شاء الله، حاجة حلوة جدا. لكن بعيدا عن ترامب اللي احنا اتكلمنا عنه على مدار 4 أيام، بعيدا عن ده، خلينا نتكلم بقى على مرتضى منصور. مرتضى منصور الحقيقة السؤال الأهم، خلاص ثبت فعليا ونفسيا وكل حاجة في الدنيا ان مرتضى منصور سقط في انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة بتاعته، سقط، رحل مرتضى وانتهى مرتضى وإلى الأبد، يعني مش إلى الأبد، إلى الدورة دي، يعني 5 سنين مش هنشوف فيها وش مرتضى منصور في برلمان البرطمان بتاع السيسي. مرتضى منصور الحقيقة كان موجود في برطمان السيسي وساهم الحقيقة في التخلي عن جزيرتي تيران وسنافير، ساهم في التخلي عن حدود مصر اللي هي في البحر المتوسط، ساهم في التخلي عن في التعديلات الدستورية، ساهم في كل الوساخات اللي مرت على مصر في ال5 سنين اللي فاتت. فمرتضى منصور بعد ما ساهم في كل ده في البرطمان بتاع علي عبد العال، طار من الدورة دي خلاص، ولا هيعيد، خلصت، انتهى مرتضى منصور ولمدة 5 سنين على المستوى البرلماني. هنتكلم على مستوى الرياضي، لكن خلينا نتكلم على المستوى البرلماني. لكن يبقى السؤال، هل تم وسخب وساخة زي ما هو عنواننا، وسخب وساخة، هل تم تزوير انتخابات مقاعد الفردي في الدائرة دي ضد مرتضى منصور؟ هل مرتضى منصور استمارس معاه نفس الوساخة اللي هو مارسها مع خلق الله كلها بما فيها انتخابات نادي الزمالك؟ ليه بقول كده؟ لان مرتضى منصور كان نازل على الدائره الفردي، على في الدائره دي على الفردي، انتوا عارفين ان الانتخابات فيها قوائم وفيها فردي، فمرتضى منصور كان نازل على فردي في هذه الدائره. مرتضى منصور كان نازل قدام مرشح حزب مستقبل وطن، وانتوا عارفين ان مستقبل وطن ده هو الحزب اللي الامن الدوله او الامن الوطني شغال عليه، وهو الحزب اللي مفروض هيكتسح الدوائر كلها قوائم وفردي. السؤال دلوقتي، هل تم تزوير او ممارسة الوساخة ضد مرتضى منصور في الدائرة دي عشان يسقط؟ انا بقول لك انا بقول لك ان مرتضى منصور تم استخدام الوساخة معاه عشان يسقطوا في الدائرة دي. اسمع مني، الحكاية سهلة جدا. حزب مستقبل وطن هو حزب السيسي، هو الحزب بتاع الامن الوطني. حزب مستقبل وطن نزل ناس دفع ملايين عشان يحطهم على القوائم بتاعته او على الفرد يدعمهم، يعني حزب مستقبل وطن منزل ناس في القوائم ومنزل ناس في الفردي. الناس اللي نزلت على حزب مستقبل وطن سواء في القوائم او في الفردي، الناس دي دفع ملايين، ملايين الملايين. مرتضى منصور قال انهم دافعين 50 مليون، في ناس دفعت 30 وفي 40 وحاجات من دي، انما رقم 50 ده الوحيد اللي قاله هو مرتضى منصور. طيب لما حزب مستقبل وطن هو حزب الامن الوطني، هو حزب الدوله، هو حزب نظام السيسي، هينجح ويكتسح كل الدوائر، السؤال بقى، هل تم استخدام الوساخه لاسقاط مرتضى منصور؟ انا بقول لك ايوه. شوف انا بكره مرتضى منصور قد ايه، من سنوات عمري كلها شايف انه شخص فاسد، وهو مرتضى فاسد فعلا، مرتضى فاسد قولا واحدا، فاسد. سيبك من وقح وبذيء اللسان وكذاب وأونطجي ونصاب وضحك على ست خد منها البيت بتاع احمد عرابي، سيبك من كل ده، لكن مرتضى استخدمت معاه الوساخه لاسقاطه في دايره اتميدا او في الدايره اللي هو نازل فيها في ميد غمر. انا متاكد من اللي بقول لك عليه ده. مرتضى منصور اتقرت فتحته من حوالي، يمكن من نهايه الدوره اللي فاتت.
مرتضى منصور اتقرض فتحته من بعد ما تولى فعلا وبدأت ريحته تفوح وبدأ صوته يعلى قوي، لكن فضل النظام ساكت على مرتضى منصور وعايز يقول له يعني لم نفسك. اكتر من 19 قضية مرفوعة على مرتضى منصور وعلي عبد العال بيحميه، من 2015 بتترفع عليه قضية او قضايا، يعني منهم قضية احمد حسن اللي مسجل لمرتضى منصور على التليفون انه هدده بالقتل، منهم قضايا الخطيب اللي اتهم الخطيب فيها انه خد ساعات من تركي آل شيخ، والخطيب قدم لوزارة الشباب والرياضة اقرار بتبرعات تركي آل شيخ وقال لهم اهو وانا بشتكي مرتضى للنائب العام، وبرضو علي عبد العال شالها. مرتضى منصور عمل حوالي يمكن في 2017 سبع قضايا سب وقصف في 2017 بس وصل عدد القضايا لحد دلوقتي طلبات انهم يرفعوا الحصانة عن مرتضى منصور، وصل عدد القضايا لحوالي 19-20 قضية. فالسؤال بقى ليه النظام استخدم الوساخة مع مرتضى منصور؟ خلينا نشوف الاول مرتضى منصور لما بدأ الاول يوسخ. مرتضى منصور من الفيديو ده اتقرت فتحته، نشوف كده الفيديو اللي اتقرت فيه فتحة مرتضى منصور، نشوف كده هو الفيديو ده يا حضرات، اسمع كده معايا بقى، اسمع وصلي على النبي ده الفيديو ده، نسمعه كده مع بعض. من دم الشعب عشان يحط لي في قايمة، تاني ما دفعتش 50 مليون جنيه، من دم اللي يدفع 50 مليون جنيه ده يبقى معاك وجيب فلوس دي منين؟ ويلمهم ازاي؟ تمام؟ فأنا وريته قدام بلده كلها ان مرتضى منصور كبير قوي وما بينزلش للصغائر اللي هو بيعملها، شكلك ايه قدام بلدك اللي جاي ده؟ انا عايزك بس تاخد بالك من الراجل ابو جلابيه، يعني مرتضى منصور قاعد جنبه راجل بجلابيه، انا بس عايزك تاخد بالك من الشله اللي قاعده ده، دي سرايه مرتضى منصور في بلده اتميده، سرايا يعني انت بتتكلم في سرايا. انا عايزك تاخد بالك من الناس اللي قاعده دي، مش اول ولا اخر جلسه قعدها مرتضى منصور في اتميده بلده وبيعمل دعايه انتخابيه، دي الجلسه مثلا العشرة. في الجلسة دي مرتضى منصور قال ان في واحد المرشح اللي قدامه على مقعد الفردي دفع 50 مليون جنيه لحزب مستقبل وطن عشان يحطه على القائمة. الفيديو ده كان وبال على مرتضى منصور، لانه الفيديو ده مرتضى منصور لعب مسك السلك العريان، لانه الحقيقة حزب مستقبل وطن هو الحزب اللي انتوا عارفينه كويس قوي اللي هو تبع السيسي وتبع الامن الوطني. كانت النتيجة ان مرتضى بدأ يحس انه عك، فحب يلم نفسه فيديو وراه على طول، فلم نفسه بالفيديو ده، نشوف كده مرتضى منصور وهو بيستجدي السيسي، اسمع كده. قبل 30 يونيو سنة كاملة في كل القنوات بحشي للناس ضد الاخوان، يبقى ده جزائي؟ عايزين تقتلوني ولا تسقطوني ولا تحبسوني؟ انا مش عايز افهم، يعني سامين تجار المخدرات في واحد دلوقتي بحيرة اعتقد عجلان قال لك يا جماعه احنا الحزب الوطني الجديد، ايوه احنا الحزب الوطني الجديد ونخش على اي وزير ومحامي، ينفع الكلام ده يا فندم؟ حضرتك موجود رئيس البلد دي؟ حضرتك ما ترضاش بكده وربنا ما يرضاش بكده. وانا والله يا شوف الاذان يا فندم، الله اكبر، انا كنت اقول كلمه الله اكبر الله اكبر على كل اللي بيحصل ده، الحمد لله الاذان اهو. مؤمن الله اكبر، مؤمن اللي بيهز الكون. ايوه انا كنت اقول لك لسيادتك، يمكن انا مره قعدت مع سيادتك قلت لي مرتضى انا بترعب من ربنا، انت يا سيادتك رايح قلت له بترعب من ربنا وعايز حق انا من اللي بيحصل هنا من بتوع مستقبل الوطن. ها بعد اذن سيادتك انا عايز حقي، حق النادي بتاعي، بس في ناس عايزه توقع بلدي يا فندم، عايزه تعمل فتنه، في ناس بتاخد قرارات عشان الجمهور ينزل. لا بقى عماله تجيب لي رسائل سيبنا ننزل عايزين ننزل، لا الموضوع زاد عن حده، اهو زاد عن حده، لا زاد عن حده قوي معالي الريس، استني قرارك. وانا هبعت الفيديو ده لسياده اللواء محسن مدير مكتب سيادتك عشان يبقى قدام ربنا، وابعته لسياده اللواء عباس كامل عشان يبقى قدام ربنا، ومدير مباحث امن الدوله عشان يبقى قدام ربنا. وصلوا لك الرساله وانا مستني ان حضرتك تنصف وانت بتترعب من ربنا. خلاص الرساله وصلت يا مرتضى،
وانت الحقيقه جيت كحالها عمتها، يعني جاي يلم الدور ويشتكي للسيسي نفسه، فقال له انه لا الحكايه زادت عن حدها، وقال له ان مستقبل وطن وفي واحد اسمه مش عارف ايه في البحيره بيقول احنا حزب الدوله ومش عارف ايه، فهو جاي كحل الموضوع يعني جاي يجمله عماها. فمرتضى خلص الفيديو ده، يعني الفيديو الاولاني قال فيه 50 مليون بتوع حزب مستقبل وطن، حد قال له انه عكيت قوي، فحب يسجل فيديو جديد يصلح بيه اللي عمله، كانت النتيجه انه بقى وبال عليه. وصلت رساله السيسي وتم التخلي، وصلت رسالته للسيسي وتم التخلي عن مرتضى منصور، سقط مرتضى منصور. وحتى الاعاده ده ملوش في الاعاده، يعني ده مش هيعيد اصلا، مش هيعيد. مرتضى منصور مشكلته ان اللي حواليه بيفكروا له، واللي حواليه نماذج غريبه جدا زي الراجل ده حضرات، راجل غريب جدا جدا. الراجل ده حضرات عك الدنيا، دول اللي حواليه مرتضى منصور وهم قاعدين في احد الاجتماعات اللي هي المؤتمرات الحزبيه بتاعته. شوف الراجل ده عك الدنيا مع مرتضى منصور قال ايه، اسمع كده. دول واحد، ده واحد من اللي حوالين مرتضى منصور، اسمعوه كده. بيفهموا رجاله مرتضى منصور كلها بتفهم. زمن البلطجه راح، زمن سوريا راح، كل سنه طيبين. من يوم القضاء هو دي اللي نادى بوجود قاضي على كل صندوق. تصدقوا بالله مش لازم له توكيلات. الشيء الغريب انا زعلان من الاستاذ مرتضى منصور، اقول لكم سبب زعلي ايه؟ لا لانه لا صوره ولا حاجه، ودول كان بقى الجماعه بتوع القماش اندفعوا اول خطاطين والحكايه والروايه. فوجئت لقيته ما عشش في قلوب الناس، ما عشش في قلوب الناس. ايه الحكايه دي؟ ده الحكاية بقى ده في سر بينه وبين ربه، في سر بينه وبين ربه. قولوا عليه قليل الأدب وطويل اللسان، ما يقول اللي يقول. هو شتمنا احنا؟ هو هم عارفين نفسهم المفسدين، هو دي اللي بيحارب الفساد، وهو دي اللي عاوزه سيادة الرئيس السيسي. أنا بقول له من هنا مرتضى منصور هو كل حاجة، هو مصر، هو كل حاجة، هو الأمة العربية. شكرا 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 شكرا. الراجل ده ضيع مرتضى منصور، دول الناس اللي حوالين مرتضى منصور. ومرتضى الحقيقه في الفيديو اللي قلته لك اللي هو بيوجه فيه رساله السيسي بيقول له في ناس بتقول لي عايزين نطلع وبتاع، وانا بقول لهم لا. الفيديو اللي قبل ده على طول اللي وريته لحضرتك اللي هو بيقول له فيه ان الناس قالت لي احنا عايزين نطلع، فانا قلت لها لا. الفيديو ده حضرات اللي مرتضى فيه عك الدنيا، اسمعوا كويس قوي، لان مرتضى كان بيقول للسيسي في الرساله المصوره دي ان انا قادر اطلع وقادر احشد ناس. اسمعوا كده. على كل اللي بيحصل ده الحمد لله الاداب اهو، الله اكبر اللي بيهز الكون. انا بتقول لك لسيادتك يمكن انا مره قعدت مع سيادتك قلت لي مرتضى انا بترعب من ربنا، انت يا سيادتك قلت لي بترعب من ربنا وعايز حق انا اللي بيحصل هنا بتوع مستقبل الوطن. ها بعد اذن سيادتك انا عايز حقي. هنا ده فين؟ هنا ده الفيلا، دي الفيلا بتاعته، السرايا بتاعته في اتميدا في ميت غمر. خلي بالك بس، اسمع عشان هوريك السرايا دي من بره عامله ازاي. النادي بتاعك، بس في ناس عايزه توقع بلدي يا فندم، عايزه تعمل فتنه، في ناس بتاخد قرارات عشان الجمهور ينزل. بقى عماله تجيب رسايل، سيبنا ننزل، عايزين ننزل، سيبنا ننزل وعايزين ننزل. هو عايز، هو عبيط عايز يقول للسيسي ان انا في ايدي انزل الناس. وهنا بقى اللعب الخطر. هنا السيسي مسك السلك العريان، قصدي مرتضى مسك السلك العريان. انت بتهددني انا ان وراك رجاله وهتنزلهم؟ اسمع كويس قوي الجمله دي اللي هو عك فيها قوي، اسمع. قرارات عشان الجمهور ينزل. بقى عماله تجيب لي رسايل، سيبنا ننزل، عايزين ننزل. لا الموضوع زاد عن حده، زاد عن حده. لا زاد عن حده قوي. معالي الريس استني قرارك وانا هبعت. هنا المشكله بقى، المشكله ان هو عبيط. هو عايز يقول للسيسي ان انا ليا رجالتي
وليا ناسي وهقدر اعمل واقدر مش عارف ايه وساكت وما ساكتش. السؤال بقى، الناس اللي فاهمة ان مرتضى منصور راجل نظيف وبيحارب الفساد، هل مرتضى منصور اللي بيعاير خصومه بانهم فاسدين هل هو كان محترم؟ واحنا عارفين تاريخه كله مش محترم، لكن هل هو كان محترم في العملية الانتخابية دي ولا كان برضو وسخ؟ لا، مرتضى كان وسخ، اه، ووزع فلوس وظبطوه بيوزع فلوس، والفيديو هو يا حضرات واحد من رجالة مرتضى منصور بيوزع فلوس للي داخل يصوت، يقول له 200 جنيه ليك وخش ادي لمرتضى صوتك 200 جنيه. انا عايزك تاخد بالك بس، مفيش بورتريهات مفيش وشوش، لكن خلي بالك من الرزمة الفلوس اللي مع الولد اللي بيوزع فلوس بالمتينات عشان الناس تدي صوتها لمرتضى. عايزك تركز قوي في الفيديو ده حضرات، الفيديو ده يقول لك متينات، الرزمة اللي في ايد الولد متينات، وده ولد واحد. شوف الفيديو ده كويس قوي، نركز مع بعض كده اهو. اسمع هيقول له خش ادي المرتضى وهتاخد 200 جنيه، اسمع كده. ماشي ماشي، ما هو تبع المرتضى، هتخش تنتخب المستشار المرتضى تاخد 200 جنيه. ايه المرتضى؟ ماشي ماشي ماشي. هتخش تنتخب المستشار المرتضى تاخد ال 200 جنيه، اسمع. ما تخش تنتخب وتعالى خد ال 200 جنيه. طب ماشي، انا عايز الاول، ما انا مش هينفع. خد يا عم، تدخل معاكوا عادي. ماشي، ما هو معايا مين؟ معايا اشرف ولا مين؟ ماشي ماشي، معلومة تبع المرتضى، هتخش تنتخب المستشار المرتضى تاخد 200 جنيه. ايه المرتضى؟ ماشي ماشي ماشي. طب بلاش تنتخب وتعالى خد ال 200 جنيه. طب ماشي، انا عايز الاول، ما انا مش هينفع. خد يا عم، تدخل معاكوا عادي. ماشي، ما هو معايا مين؟ معايا اشرف ولا مين؟ يعني مرتضى الحقيقه استخدم نفس وساخة المرشحين، وزع فلوس، ده شاب واحد بس لوحده ادى الواحد 200 جنيه وداخل يدي صوت المرتضى، يعني مرتضى وسخ. عشان بس ما حدش يقول لي ايه ان هو نزيه وان هو الشريف اللي سقط فيهم، حرامي وزيهم بالظبط. لكن الحقيقه ده واحد، تخيل بقى، ودي لجنه، ده في اكتر من 65 لجنه. تخيل لو كل واحد، لو كل لجنه عليها واحد زي دول ماسك رزمه فيها متينات وبيدي بالشكل ده. فشوف مرتضى وزع قد ايه فلوس عشان الناس تخش تنتخبه. دي لجنة، ده هم أكتر من 60 لجنة تقريبا بتاع الدائرة بتاعته دي، أكتر من 60 لجنة. أنت متخيل؟ حط بقى شاب واحد مع الرزمة دي بمتينات كده واقف على كل لجنة يدي متينات، يعني مرتضى وزع ملايين. طيب يعني إذا مرتضى وسخ، مش عايزة جدال، مرتضى وسخ وتعامل بنفس منطق مستقبل وطن، فلوس بفلوس. لكن يبدو أنها وساخة بوساخة قرروا يسقطوا مرتضى منصور. انما الاهم من ده كله بقى، واللي يحزن ويبكي، ان انصار مرتضى منصور طلع احمد موسى امبارح بالليل قال ارى 3 4 لجان كده، اللجنه دي ممكن تكون مدرسه على فكره في قريه بالمناسبه يعني، ومن خلال القراءه دي عرف ان او قال ان مرتضى منصور في المركز الثامن او العاشر. كانت النتيجه ان مرتضى حشد انصاره وطلع بيان امبارح بالليل قال في ادي يا حضرات اللجان اهي 50 لجنه او 55 لجنه انا متصدر فيها القائمه الاولى، ونشر بيان كده في جدول في اسمه اول اسم واعلى رقم. كانت نتيجه اللي عمله مرتضى بالليل ان انصاره اتحشدوا عند السرايا بتاعته في اتميده في الغربيه في ميت غمر. تعال نشوف بقى الفيديو ده لانصار مرتضى منصور وهم مزنوقين بيتفرجوا او بيحتفلوا وفاهمين ان هو طالع الاول. نشوف مع بعض الفيديو ده كده يا حضرات، مع بعض واحده واحده اهو. ده فيديو اهو. يا منصور بالروح بالدم نفديك، يا منصور بالروح بالدم نفديك. ده احمد مرتضى ابنه اللي لسه ساقط من كام يوم كده في دايره الدقي، نسمع. يا منصور بالروح بالدم نفديك، يا منصور بالروح. ايه ده يا جماعه؟ ثواني يا استاذ احمد، معلش 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 ده عشان معلش معلش والنبي لا تهدى. ثواني 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 يا جماعه، ثواني يا جماعه، واحد بس، واحد واحد معلش. دلوقتي وصلنا ل 65
تمام ولسه لحد دلوقتي 65 لجنه واحنا لسه متصدرين المركز الاول. ده اللي قاله احمد مرتضى لانصاره خارج السرايا بتاع مرتضى منصور في ات ميدان. المركز الاول المركز الحمد لله يعني كده خلاص عدينا ان شاء الله ان شاء الله. الناس قلقانه يا استاذ احمد لما الناس رسمت سمعته دي السرايا بتاعت مرتضى منصور بقى سرايا. شوف السرايا عامله ازاي ومنوره ازاي. سرايا امال ايه؟ جاب فلوس منين مرتضى منصور؟ شايف اتفرج على السرايا؟ شايف كام دور السرايا حضرات؟ شايفين كام دور؟ جابها منين؟ من اين لك هذا؟ مرتضى منصور اللي اتهم الناس كلها في اعراضها وفي شرفها وفي نزاهتها بني سرايا بس، سرايا في قريه، على فكره بيروح لها كل الانتخابات يعني. يعني ما بيروحش كده راجل مش فاضي يعني. جاب منين فلوس السرايا دي؟ جاب منين فلوس الارض وفلوس البنى بالمستوى ده؟ شوف اتفرج. اعمده رخام يا حضرات، اتفرج بس على الجو عشان بس تعرف التكلفه. اعمده من الرخام الخالص، اتفرج. اكبر عشان هنفرح هنفرح النهارده 65 وطلعنا الاول ولسه ان شاء الله النهارده صباحي شكلها وهنخربها. مفيش فرق بين اهلاوي وزملكاوي ان شاء الله ان شاء الله. عايز تيم ولا بلاش؟ لا لا من غير شتيمه. احنا بص فرحتنا دي اكبر من اكبر شتيمه. روح على الحراق حبيبي حبيبي الزملكاويه كلهم حبيبي المحترم حبيبي الزملكاويه كلهم يا رب بس تكمل على خير. عايزين نطلع الاول يا جدعان. حبيبي حبيبي والله والله الناس تعمل سجل بقى شويه. هيطلع بقى مرتضى منصور يبص من البلكونه بتاعته على انصاره ويقول لهم كلمه ويوجه كلمه عشان بس احنا بنحترم الجمهور ده. مالناش دعوه هم بيحبوه اكيد ليهم سبب يعني او عندهم سبب في حبهم ليه. اهو شوف يا حضرات هنا احمد مرتضى طلع فوق وهيطلع يكلمهم بيكلمهم بيقول لهم يا جماعه الصوت. شايفين الاعمده الرخام في كل الادوار؟ شايفين الفرندات والتراسات الحلوه والابالي؟ شوف شوف اتفرج اتفرج. بفلوس مين دي يا مرتضى؟ بص شايفين يا حضرات الباشا بيبص على الفلاحين. كلب البيع عمدة. احنا اسفين يا ريس. قال لهم يعني عشان الدوشة وبتاع فخلينا هدوا الصوت عشان الباشا عايز ينام الرئيس عايز ينام. انصاره الحقيقة اتلموا وانبسطوا جدا وافتكروا نفسهم بعد فرز 65 لجنة كما ادعى احمد مرتضى منصور. افتكروا انه يعني خلاص الدنيا هنا وهناك وانه الدنيا قامت والموضوع خلص وما عندناش مشكلة واحنا انتصرنا 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 والحاجات دي. فكانت النتيجة الحقيقة انه جم النتيجة الصبح او بالصباح اللي اعلنوا فيها ان مرتضى منصور سقط ولا حتى اعادة يعني ولا حتى اعادة ليه في اي دايرة يعني مفيش إعادة مفيش حتى يعني ما حطلوش حتى فكرة إن هو نقرس ودنك ونسيبك ويعني يعني يعني نعمل لك أي حاجة بحيث إنك أنت في الآخر تبقى يعني يعني نقول لك عيب. لا مفيش مفيش انتهى مفيش انتهى. آدي النتيجة هزيمة مذلة لمرتضى مرتضى منصور هزيمة مذلة لمرتضى منصور في دايرة ميد غمر أو اتميدة يعني هزيمة مذلة مذلة مذلة. ده الخبر اللي كان بيتقال النهاردة انه أو انه مرتضى منصور شاف هزيمة مذلة وخرج في من اللجنة. وآدي البيان الإحصائي كما نشرته الجرائد او اليوم السابع تحديدا اهو اليوم السابع اهو نشر البيان الاحصائي لدائرة ميد غمر خسارة مرتضى واعادة بين اربع مرشحين. بص مرتضى فين بقى؟ اعلنت اللجنة العامة لدائرة ميد غمر محافظة اهلية مؤشرات نتائج انتخابات مجلس النواب والتي شارت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول اربع مرشحين اخرين بجولة الاعادة. بص اسامة متولي محمد متولي احمد ابراهيم احمد محمود ناجي ابراهيم اميمه السعيد عبد الفتاح يوسف حنان الى اخره يعني
انا بدور على مرتضى بس راح فين. مرتضى يا اولاد حد يشوف لنا مرتضى يا اولاد. بص اخر واحد مرتضى اهو اهو اسمه اهو مرتضى جاب 21000 صوت على الفردي. على الفردي جاب 21000 صوت. ادي نتيجة الفرز. تأكد ان الهيئة الوطنية صاحبة الحق الاصيل. ده المؤشرات اللي تم اعلانها. مرتضى منصور جاب 21000 صوت فقط في الدائرة دي. وبكده مرتضى حتى خرج من سباق الاعادة. ببساطة شديدة يا حضرات قلت لحضراتكم السؤال بقى ليه مرتضى يسقط دلوقتي؟ يعني هل سقط لان شعبيته راحت ولا لانها وساخة عليه؟ جريدة الدستور حبت تعمل نفسها نصحة فطرحت السؤال ده وقالت ما السبب في خسارة مرتضى الانتخابات؟ ابو سنيدة تراجع الشعبية، يعني ابو سنيدة اللي كان قدامه هو السبب ولا تراجع شعبيته؟ يا سلام، وكأن جريدة الدستور ما تعرفش ان مرتضى مغضوب عليه من الامن الوطني لانه عك في مستقبل وطن. طيب ببساطة شديدة جدا الاستاذ مصطفى عبد السلام له تحليل حلو جدا. بس يعني تحليله ده انا هو يخص هو، يعني هو بيقول ان هو له تحليل ليه مرتضى وقع، يعني ليه سقطه او قرروا سقطه مرتضى. نشوف كده الاستاذ مصطفى عبد السلام وهو كاتب كبير في جريدة العربي الجديد بيقول ايه. بيقول فكر كأنك توفيق عكاشة، كأنك مش توفيق عكاشة، فكر كأنك مش توفيق عكاشة. التضحية برموز من العيار التقيل زي مرتضى منصور جاء لتحقيق عدة أهداف لا علاقة لمعظمها بالرموز الساقطة، أبرزها إظهار الانتخابات البرلمانية على أنها انتخابات نزيهة والدليل سقوط مرتضى ومحمد أبو حامد وغيرهم. وهذه رسالة للرأي العام في الخارج. اتنين، عربون محبة لسيد البيت الأبيض الجديد جو بايدن تضاف للعربين الأخيرة من إفراج عن معتقين وغيرها. ثلاثة، باتت هذه الرموز وتحديدا مرتضى منصور عبئا على النظام الحاكم وربما لم يعد لديها الجديد لتقدمه. أربعة، أسباب أخرى أذكرها مجرد وجهة نظر قد تكون خاطئة. دي تحليل الأستاذ مصطفى عبد السلام للتضحية بمرتضى. أنا رأيي أنه هو بالغ شوية في فكرة أنه أنهم ضحوا بمرتضى عشان يرضوا بايدن. مش معقول يعني. لكن على كل حال انا رايي الشخصي انه تم التضحيه بمرتضى لانه اصبح عبء على النظام. خلصت، لانه مسك السلك العريان. ماذا ينتظر مرتضى بعد طيرانه بقى من البرلمان؟ كده ما عادش له الحصانه. بس خلي بالك من حاجه بقى، حصانه مرتضى منصور ما تخلصش دلوقتي، تخلص في يناير الجاي. لانه في يناير الجاي هيجتمع البرلمان البرطمان الجديد ويقسموا، كل واحد يقسم اقسم بالله العظيم والحاجات دي. ساعتها يبقى سقط شرعيا شرعيه الشرعيه او الحصانه الدبلوماسيه الحصانه البرلمانيه لمرتضى منصور. خلاص يبقى في يناير انتهى، هو من هنا لحد يناير في حصانه تامه. خلصت، ودي حاجه برضو هنتكلم عليها ببايدن، ليه علاقه ببايدن برضو. اذا حصانه مرتضى تنتهي في يناير مش دلوقتي. فهو لحد يناير في حصن، لكنه سقط انتهى، مرتضى انتهى. هل هيلعب بقى اليومين الجايين دول ويقعد يبوس ايد الناس عشان يراجعوا قبل ما الهيئة الوطنية لسه ما اعلنتش؟ لما الهيئة الوطنية تعلن رسميا خلاص يبقى كده سقط. انا اعتقد لا، انه مرتضى انتهى وخلص، خلاص خلص من البرلمان. ده الحقيقة. ماذا ينتظر من قضايا؟ القضايا بقى اهي محمد الامين وممدوح عباس ومحمود الخطيب. ماذا ينتظر مرتضى منصور بعد سقوطه في انتخابات النواب؟ اعلنت اللجنه اهو العليا للانتخابات، خلاص اعلنت ومقرها، خلاص اعلنت خير انتهى عن سقوط مرتضى منصور وحصوله على المركز السادس بين المرشحين باجمالي 21721 صوت. ده اخر اللي اخده. فيما يدخل جوله الاعاده بدوي عبد اللطيف باصوات بلغت 32408. يا لهوي ده فارق فظيع جدا، 32000 صوت. وحصل على الترتيب الاول، يليه المرشح احمد الالفي 31000 وعبد الفتاح البحراوي 27000 ومحمود عزب 24000. حصل اسامه راضي مرشح حزب الشعب الوطن على اجمالي اصوات بلغه 22000. يعني مرشح حزب مستقبل وطن في الفردي واخد 22000، مرتضى واخد 21000. هما لعبوها له حلو، اللي هو يعني بص احنا ما وقفناش ورا مستقبل الوطن، احنا سيبناه لك. بس اللي فاز بدوي عبد اللطيف، واللي بعده الراجل اللي اسمه احمد الالفي،
طب مرشح حزب مستقبل الوطن 22,000 بس. بص اللعب بتاع الامن الوطني اللي هو يعني انا بص حتى المرشح بتاعي سقط، عشان ما تقوليش انه الراجل وراجل دفع زي ما انت قلت 50 مليون ومع ذلك هو طبعا ما دفعش 50 مليون ولا حاجه، يعني هو دفع ملايين بس مش 50 يعني، مرتضى بيبالغ على طول يعني، لكن اهو حتى الراجل بتاعنا هو اللي دفع الملايين سقطناه لك يا سيدي، سقط 22,000 عشان تعرف ان انتخاباتنا زيها. امال ايه؟ احنا بنعرف برضو نلعب يا مرتضى، انت لعبت مع الامن الوطني يا مرتضى. كانت النتيجه في الاخر انه الايام كانت شهدت الايام اللي فاتت سقوط ابن احمد مرتضى في دايره الدقي قدام الجماعه بتوع الدقي ابو العينين. انما لما هيسقط بقى هيحصل ايه بقى؟ هيفقد حصانته يوم 9 يناير. يوم 9 يناير مرتضى هيبقى منه للنائب العام. خلصت. موعد انتهاء الدور البرلماني وحتى انتهى العديد من القضايا قد يتم التحقيق فيها بسبب ارسال طلبات لمجلس النواب برفع الحصان عنه وقبلت بالرفض. ابرزها بقى بلاغ الخطيب، والحقيقه من 2015 وفي طلبات بتتقدم لرفع الحصانه، اولهم كان احمد حسن لاعب النادي الاهلي ولاعب النادي الاسماعيلي ولاعب نادي الزمالك اللي كان مرتضى هدده في التليفون بالقتل وبلغ عنه النائب العام، والنائب العام طلب من علي عبد العال رفع الحصان عن مرتضى الا ان النائب اسمه ايه ده علي رفض، واخرها بقى وسب وقصف ممدوح عباس والى اخره. ممدوح عباس الحقيقه بقى طالما جبنا سيرته، ماذا ينتظر مرتضى او ممدوح عباس يعمل فيه ايه؟ هيعمل له السليمه، هيعمل ده. ده اللي هيعمله ممدوح عباس. ممدوح عباس يعلق على خساره مرتضى: انا الاوان ان يفرح جمهور الزمالك برحيل مرتضى منصور. حاربت 6 سنوات لاسقاط فساد مرتضى منصور وابنائه. سيتم حبس مرتضى وابنائه بعد رصد مخالفات كثيره من قبل لجنه التفتيش القضائي. سيتم تعيين لجنه يقودها لواء جيش لقياده الزمالك حتى اولمبياد طوكيو. لن اخوض انتخابات الزمالك القادمه واتمنى قائمه موحده. الكل يشهد بما قدمته لنادي الزمالك ورموزه كثيرون لقيادته. ده اللي منتظره الاخ انه هيتحبس. طب هو ممدوح عباس جاب سيره حاجه بتاعه التفتيش القضائي. ايه بقى قصه التفتيش القضائي دي؟ دي قصه كبيره جدا انتوا عارفين اكتر مني، هي ان في لجان الحقيقه راحت فتشت على نادي الزمالك. اللجان دي طلعت من نادي الزمالك كوارث، طلعت كوارث اهي. اللجان دي يا حضرات طلعت مجموعه من الكوارث. بصوا كده، مخالفات اداريه، ده كان يوم الاربعاء 4/11/2020. ماليه جسيمه، النيابه تتسلم تقارير لجان رقابيه عن رئاسه مرتضى منصور. اربع لجان من اربع اجهزه مختلفه، جهاز مركزي المحاسبات، الرقابه الاداريه، غيره يعني، اربع وزاره الشباب والرياضه، اربع لجان جايين من اربع جهات، فتحوا دفاتر الزمالك لقوا مخالفات جسيمه بالملايين، بالملايين. بالملايين، منها مثلا لقوا منها، بس خلينا هنا، قالت مصادر قضائيه ان النيابه تسلمت تقارير من لجان مختصه من وزاره الشباب والرياضه والجهاز المركزي المحاسبات، وذكرت ان بعض تلك اللجان رسلت مخالفات اداريه وماليه. وتواصل التحقيق في بلاغات تقدم بها عدد من الاشخاص اتهموا فيها مرتضى بالوقوف بارتكاب عدد من الجرائم تستوجب التحقيق الجنائي. وكانت لجنه التفتيش بوزاره الرياضه قامت بفحص المستندات الماليه والاداريه لنادي الزمالك من تقارير نهائي في اثبات بعض المخالفات على مدار الايام الماضيه، منها تعنت مجلس الزمالك في تسليم بعض المستندات المطلوبه من اجل المراجعه والفحص. ورصدت اللجنه 64 مخالفه بمليار جنيه. عرفتوا بنى السرايا منين؟ عرفتوا مرتضى بنى سراية أتمدة منين؟ 64 مخالفة بمليار جنيه. خلال فترة التفتيش أهو يا حضرات، عشان بس محدش يقول لي أنت جبتها منين؟ ده في المصري اليوم. ورسلت اللجنة 64 مخالفة بمليار جنيه خلال فترة التفتيش على النادي بأمر من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي. مليار، هبد مليار جنيه. وتنتظر لجنة التفتيش بوزارة الصحة اعتماد الجهة الإدارية قرارها أو إعادة النظر في تشكيلها إلا بعد مشاركة الزمالك الإفريقية. وكان مجلس إدارة الزمالك قد رفض عمل اللجنة ومخالفات أخرى رصدتها لجنة التفتيش على مدار الأيام، وهي عدم إيداع الزمالك أموال النادي في البنوك والاحتفاظ بها في خزينة النادي. أهي يا حضرات عشان يبقى قدامك. وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة تم تسجيلها على مدار الأيام الماضية. يذكر أنه تم تشكيل لجنة من 14 عضو مشكلة من مديرية شباب الرياضة،
بالجيزه ووزاره الشباب والرياضه والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابه الاداريه من اجل فحص مستندات نادي الزمالك على ان يستمر عمل لجنه 15 يوم. عايز اقول لكم انه من ضمن الحاجات المخالفات اللي رصدوها ذكرها الاستاذ الدكتور علاء صادق الحقيقه عشان بس ما نبقاش نصته عليه يعني، ذكر مخالفه غريبه جدا ان مرتضى منصور عمل حفله لتكريم الام المساليه في نادي الزمالك صرف عليها 3 مليون جنيه. عمل حفله في النادي وجاتوهات وشاي وكهرباء وفرقه فنيه، حفله وجايزه للام المثاليه، جايزه ماليه وحمل حاجات يعني، والدنيا قامت يعني ب 3 مليون جنيه. ايه العيب في ده بقى؟ العيب انه اصلا في اليوم ده النادي كان قافل، لان في اليوم ده بتاع عيد الام 21 مارس هو عمله بعد كده يعني يوم 21 في مارس يعني، كان صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باغلاق الانشطه كلها وغلق النوادي، فكل نوادي مصر اغلقت بما فيها نادي الزمالك. فقال ايه مرتضى الغبي هو واللي حواليه يعملوا حفله لتكريم الام المثاليه يصرفوا عليها 3 مليون جنيه وهو اصلا النادي كان مقفول. ده اللي ذكره الدكتور علاء صادق، انا سامعه منه شخصيا عشان بس اديله الحق الادب بتاعه يعني. فاذا هناك 64 مخالفه قدرت بمليار جنيه من اجهزه التفتيش دي، دول محاسبين يا جماعه، المدير شباب الرياضه في الجيزه، وزاره شباب الرياضه، الجهاز المركزي المحاسبات، بعتوا محاسبين لجنه من محاسبين محترفين ظبطوا 64 مخالفه تقدر او قدرت بمليار جنيه. ظبطوا او قالت اللجنه اهو انه مرتضى كان بيحط اموال النادي اللي هي المفروض تبقى في بنك، كان بيحطها في خزينه النادي. اللي يعني ايه افتح انا قبضت الشهر ده ولا لسه ما قبضتش؟ عرفتوا بنى منين السرايا بتاعت اتميده؟ لا ده لازم يتحبس هو واولاده، مرتضى لازم يتجاب هو واولاده ويتحبسوا سوا كده، لان ده مش فساد، ده عدى الفساد يا معلم، ده انت بتتكلم على ابو الفساد. الراجل ده الحقيقه زي ما قال عنه كده مرتضى، كره مرتضى منصور من الفطره السويه للانسان، الموضوع ملوش علاقه بالاهلي والزمالك، ده شخص فاسد قذر مؤذي صليت اللسان، كان سبب مباشر في موت 20 انسان، خرج شتم واهان كل حد فكر يتكلم عنه، وخاط في اعراض الناس وافترى وظلم واستغل سلطته. مش محتاجه تكون اكتر من انك بني ادم طبيعي عشان تفرح بسقوط الحصانه عنه. ده حقيقي. ده حقيقي. مرتضى منصور ده يا حضرات زي ما كتب عنه ربيع ده كده، القضيه مع مرتضى اكبر بكتير من كونه رئيس نادي الزمالك، القضيه مع مرتضى بالنسبه لي تتلخص في ثلاث مشاهد: موقعه الجمل، شهداء جماهير الزمالك في الدفاع الجوي، يوم التنازل عن تيرانو صنافير في البرلمان لما جت الدكتوره هايدي فاروق كخبير منتدب من المخابرات العامه وقت عمر سليمان عشان تقدم للبرلمان ما يؤكد مصريه الجزر، فما كان من هذا الكائن القذر المنحط ده الا انه اتهم السيده الفاضله بالخيانه والعمال لاسرائيل، وخاد في شرفها في وسط البرطمان لدرجه انها بكت ولم تكمل الجلسه ولم تكمل شهادتها، ولما جاء وقت التصويت تغيبت عن التصويت لانه عارف ومتاكد، تغيب عن التصويت لانه عارف ومتاكد ان كل صوت للتنازل هيفضل ده عار وخيانه، عشان يطلع كعادته بعد كده يدعي البطوله المزيفه ويقول لك انا ما صوتتش للتنازل، لكنك عملت اكتر من اللي صوتوا بالتنازل الف مره. ده طبعا بالاضافه انه شخص صليت اللسان لا يتورع انه يخوض في اعراض الناس بالباطل، او حتى الناس اللي اتسجنت ظلم بسببه سواء من جماهير نادي الزمالك واللي منهم لسه في السجن زي سيد مشاغب او غيرهم، فطبيعي اننا نفرح بسقوط مرتضى منصور وكل من على شاكلته في اي وقت واي زمان، واي شخص يتعاطف او يزعل لسقوطه لمجرد كره او مصلحه شخصيه او غيره، فهؤلاء لا يقل قذاره والوساخه عن مرتضى في اي شيء. ده الحقيقه انا متفق مع صاحب البوس ده اتفاق تام وكامل، لانه انا الحقيقه لا ارى ان الشخص ده كان لابد ان يعتقل من ايام حسني مبارك مش من دلوقتي، لكن مع الاسى والاسف المبارك دار عليه، ده رفع الجزمه قدام الامين عام بتاع امين رئاسه الجمهوريه في تسليم الكاس، مبارك كان بيداري عليه، وفي قضيه المستشار سيد نوفل اداري عليه برضه، وكان مبارك ورجال مبارك بيحموه، وكان يبدو ان طنطاوي، لان انا متاكد ان طنطاوي كان زملكاوي يعني.
فيبدو ان طنطاوي كان بيحميه او غيره يعني. وبالتالي انا رايي ان الشخص ده كان مفروض ينتهي من زمان. ماذا ينتظر بقى مرتضى منصور؟ ده اللي نشره موقع النادي الاهلي. نشوف موقع النادي الاهلي قال ايه. ماذا ينتظر مرتضى منصور قانونيا؟ خلاص هو كده طار يوم 9 يناير، انتهت حصانه مرتضى وكده تاكدنا تماما انه مرتضى خارج البرلمان الجاي. 9 يناير هتنتهي حصانته. ايه اللي بقى ينتظر رياضيا؟ نشوف كده موقع الاهلي قال ايه. بين الحل والعزل مرتضى منصور، تقرير يستعرض الموقف القانوني لمجلس اداره الزمالك خلال المرحله المقبله. ينتظر بقى، قعد بقى يتكلم كتير جدا. قال وتنص الماده 152 من اللائحه العامه للانديه اهو، يلتزم النادي بالرد على تقرير الجهات الرقابيه واتخاذ اللازم بشان ما يرد بها من ملاحظات من خلال شهر من ورودها، والعمل على ازاله اسبابها مع حق تلك الجهات في اتخاذ جميع الاجراءات، يعني حتى بعد الرد الجهات تاخد جميع الاجراءات الرقابيه، وذلك باعتبار اموال النادي اموال عامه. الفقره 53 لوزير مختص اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه تجاه مجلس اداره النادي في الحالات التاليه. الفقره 4 المخالفه الماليه والاداريه الوارده بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابيه. وعلى ضوء الماده 52 53 فان وزير الشباب والرياضه بصفته ان يقوم باتخاذ اقصى عقوبه تجاه مجلس اداره نادي الزمالك بعدما ورد من مخالفات ماليه كبيره في تقرير لجنه التفتيش التابعه للوزاره، وتصل اقصى عقوبه من الممكن ان يقوم بها الوزير هو حل المجلس بسبب المخالفات الصادره. وتنتظر جماهير نادي الزمالك موقف مرتضى من الاستمرار في منصبه رئيس للنادي من عدمه، سواء بالبقاء او انتخاب رئيس غيره. اذا حضرات الساده، مرتضى انتهى تماما، انتهى برلمانيا وانتهى من نادي الزمالك. انا بقول لكم الى حين مرتضى هيختفي، يعني هيختفي حتى اشعار اخر. مرتضى فكره والفكره لا تموت، لكنه هيختفي مشينا زي ما هيختفي ترامب كده لحد اشعار اخر. انا الحقيقه بسجل البث ده لمجرد بس انه ما فوتش او ما فوتش الفرصه دي. خليني اقول لكم في بث قادم ان شاء الله لعله قريب ايه السيناريو اللي بيحضره السيسي بعد وصول بايدن الى سدة الرئاسة. تخيلوا ان عبد الفتاح السيسي كان متأكد يقينا من نجاح ترامب، وبالتالي لم يكن لديه سيناريو للتعامل مع بايدن. دي اسرار بقى من جوه هقولها لكم في بس لاحق، انتظروا ان شاء الله. والحمد لله مش هنشوف وش العكر السافل ده مرة تانية. وعلى الباغي تدور الدوائر، مرتضى اشرب من نفس الكاس الوسخ اللي انت سقيت الناس بيه. مرتضى انت ارتكبت اشنع الافعال ونطقت باشنع الالفاظ وادعيت على الناس سواء اللي ماتوا او اللي مساجين او اللي بره، ادعيت كذبا وزورا انهم حراميه وانهم اكلوا وانهم شربوا. النتيجه ان كل قرش اخدته من الدوله، لو الدوله دي نظام بجد وفيها عدل بجد، وده مش هيحصل يعني، كل قرش خدته من نادي الزمالك حطيته في كرشك او بريت بيه السرايا بتاعتك او سرايات اخرى لا نعلمها، مفروض يرجع. ولو ما رجعش تتسجن انت ولادك، ده لو في نظام. لكن انا بقول لكم مرتضى اختفى حتى اشعار اخر. تحياتي، ليلتكم زي الفل.